أخبار اليوم. وأنا بقول لكم من دلوقتي للحكومة وللبنوك تقدم للناس اللي هتشتري تسهيلات بفايدة كام في المية؟ كام في المية؟ كام؟ 7 كتير؟ لا 7 كتير. أنا بقول كده عشان تبقى ناس فاهمة الأمور هتمشي إزاي. لا 7% كتير، و6 كمان يمكن تكون كتير. يا ريت والله، أنا مش عايز أقول كلام عشان أنا مش هخش في النقطة دي مع البنوك، من فضلكم من فضلكم. لكن 7 و6 كتير. على كل حال بقول ده ليه؟ عشان إحنا عايزين نستكمل العمل، وإحنا استكمالنا للعمل هيكون مبني على الإجراء فعلي من جانب المصريين. يعني طلبات بمليون فدان تم تقديمها، يبقى كده احنا ماشيين في طريقنا الصحيح، ويبقى القرى اللي احنا بنتكلم عليها دي بالفعل هيتم تقديمها ونشوفها في كل المناطق اللي تم الإعلان عنها. النقطة الثانية اللي انا عايز اقولها في الموضوع بتاع الريف، احنا قلت لهم في الشركة ديت من فضلكم احنا المرة دي عايزين لما نخصص الارض دي بعقد على طول. يعني ما نخليش المواطن يطلع على اجهزة الدولة المختلفة والمحليات، مع كل التقدير للجميع، لا ما ياخدش كده. احنا اتفقنا معاه على ان احنا هنديله 100 فدان، يبقى هو ياخد عقد 100 فدان من الشركة على طول مرة واحدة. يبقى التسويق هيراعي ده عشان ما حدش مرة تانية يتعامل، مش عشان حاجة، عشان نسهل على الناس.